يقول: أرجو الرد على الملحدين، لماذا جعلنا الله نتحارب وفرق وجماعات؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. هل هؤلاء الملاحدة يقرون بالله؟ كانوا يقرون بالله ربا، فمن أعمال الله لا يسأل عما يفعل، وقد خلق الخلق لعبادته، فتمرد أمثال الملاحدة على عبادة الله، فكان من حقهم أن من الواجب أن يهانوا.